انتقالات يناير الاخيره. دي تشكيله الجونه على ارض الملعب. يطلق صافره بدايه اجواء واحداث المباراه الكابتن ابراهيم محمد كحكم ساحه النهارده بيعاونه صالح مواهب موجوده في الكره المصريه، فرصه ان هم يشاركوا بشكل كبير لو مش هيشاركوا مع الاهلي او الزمالك في الاعارات. ادي عرضيه، محاوله اولى هنا يا ولد، راسيه حسين فيصل لكن وكانه اصطاد التقاء حلوه قوي، يروح بيها ويحررها ما بينه وما بين الشامي اللي يلف عرضيه قصيره، يربط معايا العراقي يحط عرضيه حلوه ولكن تعدي من الكل، ما تلاقيش غير محمود حماده اللي يعافر فيها ويعمل مكافاه شرعي ويلاقيها يسلم هنا حسين السيد من ناحيه الشمال على الارض. محمود حماده واحده اثنين ثلاثه، حلوه حلوه، وفكر في العرضيه القصيره لقلب منطقه الجزاء للي قاطع مينو جبري لكن تترد ترجع مره ثانيه تسديده. هذا الرجل كسب بقياده نيمار انذاك كان فوق السن بالذهبيه الاولمبيه، تتقطع كرة حلوه راندو اندر انيانتي انيانيا يحط عرضيه حلوه القطع ولكن اريو عارف اللي بيفكر فيه لسه كنت بكلم سمير فكري للمنطقه الاماميه، خلصها فكري مره ثانيه سمير ما بينه وما بين محمود حماده، عرضيه يستلم حلوه 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 يا ولد، ملعوبه بمهاره فرديه ودايما اقولها قيمه المهاره لضربه ركنيه جديده للنادي المصري البورسعيدي. يقرب اكتر، ادي ركنيه تتلف على حدود الست ياردات بالبوكس، ضربات راسيه في النادي المصري كتير وخبرات. حسين السيد من ناحيه الشمال يلف الكوره، ممكن 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 تعدي الكوره ولكن يطلع بالبوكس وبرده مش على طرف من الاطراف منه صبحي سليمان. حسين فيصل هو اللي طلع لبره، شوف محمود حماده هو اللي دخل في القلب دلوقتي كراس حربه تاني مع محمد الشامي، يقلب الملعب حسين فيصل هنا عند ميدو جابر من ناحيه اليمين، واحد على واحد قطم على جوه، ممكن يسدد ممكن يسدد، خد القرار وسدد ولكن ما اتحكمش، ما قدرش انه يوصل كورته فيما بين القائمين والعارضه، لا بالقوه الكف ماشي قريبه من مدغشقر من بلده. ارنو راندر انيانتي انيانيا لكن يسدد كوره اعلى القائمين والعارضه، ما يتحكمش ما يتحكمش. عندنا مين كالعاده؟ احمد محمود المعار من نادي الزمالك من اللاعبين المؤثرين اللي عليهم العين كمستقبل للكره المصريه. اوه تسدد حلوه حلوه، السكند بول بعد عرضيه شالها المنوط بالتماس على طول الخط هو الظهير اللي هو كريم العراقي زي ما لعب كورته كده عند الشامي، يحررها بره عنده فرصه للتسديد، لف كورته ولسه ولسه ولكن يشيل ومحظوظ وللمره الثانيه ما بعد الدقيقه الخامسه هنا في ياخد كورته على الارض ميدو جابر الوان تو حلوه، حط جسمه خلص كورته حرر كورته ولف العرضيه قطعته ممكن تخليه ملك حتته لما استلم في العمق كمان مره البينيه الشامي العراقي عرضيه فرصه ثلاثه ممكن ميدو يخلص يا راجل، بص يمينك بص شمالك وش على ارض الملعب هو بيلعب عليها، مكة يلف الكرة في قلب ست ياردات تتلمس تتهيأ بالراس مرة تانية قبل ما توصل لراندو لكن تتشاط الهدف الأول الهدف الأول الهدف الأول، قلت بيدوروا عليها ما هي ما تجيش غير كده، هو الموهبة أحمد محمود أحمد محمود يسجل الهدف الأول لنادي الجونة مع دقيقة 41 من عمر الشوط الأول من المباراة، قلت قبل ما تخلص بالفاول ما تجيش غير كده، يا هجمة مرتدة متقنة أو كرة ثابتة بمتابعتها وكان لا تسددته خليته ملك حتته، شوف الكرة وتهيأت لبره محدش مقابل، خد القرار مع الجراءة والتفويتة حدة فيما بين أقدامه فرانك إيتوجا علشان يحرر الكرة تروح أقصى اليمين في أول الاختبارات الحقيقية على محمود جاد ولا يقدر يعمل معاها اي حاجه، خبطت كمان في السكه للامانه في رجل سمير فكري علشان تتهادى تروح، يبقى الهدف الاول للجونه على ارض الملعب، احمد محمود يقود الجونه للافضليه والسرقه المشروعه للتفوق على ارض الملعب مش بس لنادي الجونه او حتى نادي الزمالك بالتاكيد. ارنو ارنانتي انيانتي انيانيا تتحط كوره، احمد محمود كمان مره عرضيه ارضيه للي قاطع فيما بين السرد باكات هو كان فرانك ايتوجا من قبله موجود برضه معار من النادي الزمالك، الجونه غير على ارض الملعب، الجونه غير على ارض الملعب من الدقيقه 40 دافع 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 ثم انتفض، ادي مكة مكة عايز يقطم على بره وبعدين ياكل العراقي على جوه وكان احمد محمود لها خد كورته وعدى لكن هنا ابراهيم محمد حكم الساحه لهذه المباراه يطلق صافره نهايه احداث الشوط الاول للسرقه المشروعه للتفوق مع نهاية أحداث الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 41 لأصحاب الأرض النهاردة الجونة كبراء الكورة في البحر الأحمر عن طريق صالح محمد عفيفي وماجد المليجي وأحمد حمدي حكم رابع وسيد شعبان محمود سوقي على الفار، كورة عرضية أوه جول الهدف الثاني الهدف الثاني الهدف الثاني، خلص يخلص الأفضلية والسرقة المشروعة وترجمة لكلامي قلت يا من هجمة مرتدة يا من كرة ثابتة ويخلص وما يرحمش الكابتن والقائد على ارض الملعب احمد حسام ابن النادي وتاني موسم مع الفريق الاول فقط لكن هنا
يسجل وقطعته برأسيته اللي خلته ملك حتته أحمد حسام يسجل الهدف الدقيقة الرابعة من بداية أحداث الشوط الثاني دقيقة 49 هنا يروح في ما بين السرد باكات والفاول اللي معمول زي ما الكتاب بيقول من أيمن مكة ملفوفة لفة محترمة ووقفة دفاعية سلبية من مدافع النادي المصري البورسعيدي سرقهم وقدر إن هو يرتقي اتنين لا شيء واللعب استؤنف بشكل سريع وفي ممكن عودة للفار هنا القطعة منه هو كان الكرة الأخيرة التكملة من صاحب الهدف راح في لمس لرجل محمود حمادة لكن القرار لحكمي الفار طبعا كان احمد عبد الرسول من بدايتها كان تسديده ميدو جابر اللي كان فيها ربط وتفاهم وانسجام ما بينه وما بين الشامي والقائم هو اللي بينقذ مرمى صبحي سليمان كل الهجمات للمصري ما راحتش فيما بين القائمين والعرض طبعا هو ما بيشيرش دلوقتي لنقطه الجزاء هو بيشير للجهاز الفني انه ارجع لمكانك قال لك ركله جزاء قلت فيها لمس والرجل او ركبه احمد حسام ما تهناش على الهدف ركبه احمد حسام من سيراميكا كليوباترا وحقق القاب وارقام حتى مع النادي الاهلي ومع سيراميكا في كاس الرابطه السنه اللي فاتت ميدو جابر والتحدي صبحي سلمان ميدو جابر يا ولد بهدوء وبثقه الكبار يحط الكوره في اجمل صوره بهدوء على سجل الهدف الاول للنادي المصري مع الدقيقه 54 كده المباراه من بدايتها على وضع الاشتعال واكتر واكتر مع هدف ميدو جابر اللي هيحلي المباراه ويفتحها على ارض ملعب شوف هنا التمويه بجسمه ثم بهدوء بشماله على شمال صبحي سليمان يسجل الهدف الاول للنادي المصري مع الدقيقه 41 احمد محمود مع المتابعه الهجوميه ما بعد الفاول وتسديدته ثم الهدف الثاني من الفاول والقطعه من احمد حسام والرأسيه ادي كوره فرصه محاوله صلاح محسن اول تقديم عليه اول ظهور ليه كان كره يخلصها صاحب الهدف الثاني احمد حسام ناحيه الشمال خد كورته وراح كمال ابو الفتوح عنده فرصه العرضيه او ان هو يسدد حط العرضيه قطع راندر انيانيا ولكن ضمم على جوه بالتغطيه ناحيه اليمين عند ميدو جابر على عدلته يلف كره عرضيه محاوله رأسيه بالغالي ثمنه فيه بالتاكيد الركنيه الرابعه للنادي المصري تتلف محاوله القطعه هنا ولكن ما تحكمش ما توقعش ما شافش غلاس جناوي يسدد كوره حلوه والتكمله الهجوميه لسه كوره الشامي يحطها كمان مره عرضيه ولكن تقفيل موجود قدام حسين السيد اتكتروا عليه 1 2 3 عايز يكسب منها ضربه ركنيه حتى تتلف كوره احمد محمود يامن على كورته ولسه صراع على الكوره كلهم مقفلين مش عايزين المصري يقرب ادي محاوله عرضيه من ميدو تترد قبل ما توصل عند الشامي او حتى هنا اللي قاطع فيما بين السرد باكات وما اشتغلش ولا تخدم عليه بالشكل الكبير صلاح محسن لكن توصل هنا كوره غلاس جناوي ناحيه الشمال يرجع كورته في القلب يسلم محمود حماده يحط عرضيه سنده بالصدر حلوه لف دار سدد جول يا ولد استلام بدوران تخليص باتقان هو الهدف الثاني للمصري البورسعيدي افتكر غلاس جناوي عمل استلام بدوران تخليص باتقان مطرقه موجهه في وقتها بشمال وحط الكره في اجمل صوره لا الخبره والتقيل والكبير الشامي خلص وما يرحمش استلام بدوران كلفه الكل وسد التسديده ايه ولا اجمل بشمال وحط الكره في اجمل صوره يظهر ويبان ثاني والمباركه كله وصلنا للدقيقه الثامنه من الوقت المحتسب بدل ما تضيع محمود حماده يعلق كوره على حدود ال 18 توصل هنا حسين السيد اي عرضيه جول يضيع الشامي اسهل فرصه واقرب فرصه ونقدر نقول عليها احلى جول ما جاش تاني للنادي المصري ووصل وسدد بره وضيع مع الدقائق الاخيره واللحظات الاخيره من عمر الوقت المحتسب بدل ما تضيع على الشوط الثاني فرصه هدف الثلاث نقاط يضيع